استقبل وزير الخارجية سامح شكري وفدا من أعضاء لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب الأمريكي. تناول اللقاء تطورات الأزمة في قطاع غزة، حيث أكد شكري على أهمية الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار والسماح بنفاذ المساعدات الإنسانية بصورة مستدامة وبالكميات التي تلبي احتياجات الفلسطينيين نظرا إلى الكارثة الإنسانية القائمة في القطاع، وتنفيذ قرار مجلس الأمن والذي منح الأمم المتحدة وكالة لتسهيل إدخال المساعدات لقطاع غزة. كما أعرب شكري عن التطلع لاستئناف الجانب الأمريكي مساهمته المالية لوكالة الأونروا لما لذلك من تأثيرات على اللاجئين الفلسطينيين بشكل عام.